السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بالكل. ونزلت تحديات اليوم الثاني من تحديات مارشميلو، واللي هما عبارة عن تحديين اثنين. التحدي الثاني لو خلص راح تاخذ رقصة، والتحدي الثالث راح تاخذ بيكاكس او فاس مارشميلو. شيء جميل صراحة، وبشرح لكم التحديين وما بيكون في شيء صعب. وبدون ما اطول اخليكم مع المقطع. التحدي الثاني من تحديات مارشميلو، تحدي كثير بسيط، ابسط من التسريب اللي يجيب العيد كل مره. التحدي باختصار انك تروح وتزور مكان الحفله، بس كذا. روح وزور مكان حفله مارشميلو والموجوده في بليزنت بارك، انزل الخريطه بليزنت بارك وروح للملعب عند مسرح الحفله، وبس كذا راح تكون خلص التحدي وانتحر او خلص الجيم بنحسب لك، وراح تاخذ الرقصه واللي راح نستخدمها في التحدي الثالث. التحدي الثالث والاخير واللي راح ناخذ منه فاس مارشميلو، قم باستخدام رقصة مارشميلو في واحد شاحنات وفي منطقة ايس كريم وفي بحيرة متجمدة. الحلو في التحدي انك بتخلص في جيم واحد او في اكثر من جيم على راحتك، يعني تقدر تاخذ طيارة وتخلصهم كلهم في جيم واحد. اخليكم مع المقطع اللي فيه ثلاث اماكن اللي لازم تروح لها وترقص فيها رقصة مارشميلو. روح لها بالترتيب اللي تريده وخلص التحدي. وهذا مقطع اليوم، لا تنسوا اللايك والاشتراك. اشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامه.